السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الثانوية العامة. طبعا النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة للأدبي والعلمي، وأهم كليات القمة اللي نزلت مرحلة تانية واللي أنت لازم تدخل واحدة منهم. طبعا بعد إعلان وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في التنسيق في المرحلة الثانية وهو 278 درجة أدبي، يعني بنسبة 67.8 و317.5 درجة علمي، يعني بنسبة 77.4. ولو لاحظنا هنلاقي إن الحد الأدنى السنة دي انخفض عن السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت كان الأدبي واخد من 68% وكان العلمي واخد من 78%. يبقى دي بشرى سارة، لأن كده برضو الحد الأدنى لدخول الكليات أكيد هينزل عن السنة اللي فاتت. تعال بقى مع بعض نشوف اهم كليات القمه اللي نزلت مرحله تانية واللي انت لازم تدخل واحده فيهم ان شاء الله. اول كليه معانا هي كليه علوم الفضاء والملاحه، ودي كليه مهمه جدا ولها مستقبل بارع، ودي بتدخلها سواء كنت علم علوم او علم رياضه. طبعا السنه اللي فاتت هنلاقي ان الكليه دي واخده من 96.8 بالنسبه لعلم علوم، وواخده من 91.9 بالنسبه لعلم رياضه. يبقى من المتوقع السنه دي ان شاء الله انها تاخد 96 بس علم علوم، وكمان تاخد 91 بس علم رياضه. ودي شكل ما قلت كلية مهمة جدا لأنها الوحيدة في مصر، ومفيش منها غير ثلاثة على مستوى العالم، في مصر وألمانيا وفلسطين. يبقى كلية مهمة جدا لازم تدخلها لو مجموعك يجيبها إن شاء الله. تاني كلية معانا هي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والكلية دي برضو ممكن تدخلها من علم علوم أو من علم رياضة. السنة اللي فاتت كانت واخدة من علم علوم 96، وكانت واخدة من علم رياضة 88. يبقى برضو ممكن تنزل السنة دي إن شاء الله ل 95.5 بالنسبة لعلم علوم، وكمان ممكن تنزل ل 87.5 بالنسبة لعلم الرياضة. تالت كلية معانا هي كلية الهندسة. طبعا كلية الهندسة بالذات كلية الهندسة الالكترونيات، شكل ما قلنا في تنسيق المرحلة الأولى انها هتنزل مرحلة تانية. السنة اللي فاتت كانت واخدة 93.9، يعني من المتوقع السنة دي انها تاخد 93.5. الكلية الرابعة معانا وهي كلية الألسن. طبعا كلية الألسن برضو بدخلها من علم علوم وعلم رياضة. علم علوم السنة اللي فاتت واخدة من 95.9، ومن علم رياضة واخدة من 88.7. طبعا برضو من المتوقع السنة دي انها تاخد من علم علوم 95.5، وبرضو من علم رياضة 88%. الكلية الخامسة معانا وهي كلية اقتصاد وعلوم سياسية. اقتصاد وعلوم سياسية ممكن برضو تدخلها من علم علوم ومن علم رياضة. علم علوم السنة اللي فاتت واخدة من 96.5، وعلم رياضة واخدة من 90.3. يبقى بالتقديرات كده ممكن السنة دي ان شاء الله تاخد من 96 بالنسبة لعلم علوم، وتاخد من 90 بس من علم رياضة. الكلية السادسة معانا النهاردة وهي كلية الاعلام. طبعا كلية الاعلام من الكليات المهمة جدا واللي مستقبلها كويس وليها مجالات متعددة. الكلية السابعة معانا السنة دي وهي كلية الذكاء الاصطناعي. طبعا كلية مهمة جدا ولها مستقبل باهر جدا، ودي موجودة في سوهاج والقاهرة وكفر الشيخ. الحد الأدنى ليها السنة اللي فاتت كان 92.3، يعني من المتوقع السنة دي انها تاخد من 92 بس. الكلية الثامنة معانا النهاردة وهي كلية الثروة السمكية، ودي يا جماعة مهمة جدا وليها مستقبل رائع جدا، وانا بعتبرها من كليات القمة لانها لها مجال قوي جدا في تنمية الثروة السمكية خصوصا في مصر. الكلية دي موجودة في السويس وفي كفر الشيخ وفي اسوان. في السويس كانت واخدة من 93.1، وفي كفر الشيخ كانت واخدة من 94.3، وفي اسوان كانت واخدة من 92.3. يعني السنة دي ممكن السويس تاخد من 93، وكفر الشيخ من 94، وكمان في أسوان ممكن تاخد من 92%. الكلية التاسعة معانا النهاردة وهي من الكليات المهمة جدا، أو اللي أنا بعتبرها مهمة جدا، وهي كلية ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل. ودي كلية طبعا مستقبلها باهر بالذات في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومطلوبة جدا سواء في مصر أو في الدول وبالذات العربية. الكلية دي موجودة في بني سويف والزقازيق. السنة اللي فاتت خدت من 93.6، يعني من المتوقع السنة دي ان شاء الله انها تاخد من 93. الكلية رقم 10 معانا النهاردة هي كلية الدراسات العليا للانو تكنولوجي، ودي تقدر تدخلها من علم علوم فقط. طبعا السنة اللي فاتت كانت واخدة من 92.9، يعني من المتوقع السنة دي انها تاخد من 92.5. اما الكلية رقم 11 معانا فهي كلية علوم الارض. كلية علوم الأرض من الكليات المهمة اللي نزلت مرحلة تانية، ودي بتاخد من علم علوم وعلم رياضة. السنة اللي فاتت خدت من 95.1 بالنسبة لعلم علوم، وخدت من 89.3 ده بالنسبة لعلم رياضة. يعني من المتوقع ان الكلية دي السنة دي تاخد من 95 بالنسبة لعلم علوم و89 بالنسبة لعلم رياضة، والكلية دي موجودة في بني سويف. الكلية رقم 12 ودي من الكليات اللي انا بعتبرها مهمة جدا، لان التخصص بتاعها بيلعب دور مهم جدا في حياة
حياتنا دلوقتي، وهي كلية حاسبات ومعلومات. اما بقى لو كنت بتبحث عن تكليف، فانا هقول لك على كلية ومعهدين اتنين. الكلية هي كلية التمريض، ودي كلية مهمة جدا وفيها تكليف بعد التخرج. اما بالنسبة للمعهدين، فالمعهد الاول هو معهد فن صحي، ومعهد فن صحي من المعاهد اللي انت بتدرس فيها سنتين وبعدين بيجي لك التكليف، وبعد كده ممكن تتخصص خلال سنتين اتنين كمان. المعهد التاني هو معهد التمريض، ومعهد التمريض برضو من المعاهد اللي انت بتدرس فيها سنتين وبعد المعهد بيبقى فيه تكليف ان شاء الله. طبعا ده كان حوارنا عن تنسيق المرحلة التانية واهم الكليات اللي نزلت مرحلة تانية، واللي انت ان شاء الله لو مجموعك يجيبها لازم تدخل واحدة فيهم. اتمنى لكم يا رب كلكم التوفيق. السلام عليكم.